انتشرت في الساعات الأخيرة بوستات أو منشورات بتدعو لتقليل ساعات العمل لتصبح 6 ساعات بدل من 8 ساعات. مش بس كده، كمان في مطالبات بزيادة الأجازات الأسبوعية وإن هي تكون 3 أيام بدل من يومين. الجدل اللي أثارته كاتبة سعودية انتشر على مستوى دول كتير، لكن الموضوع سبق وطرح في مصر. يا ترى إيه تفاصيل الموضوع وهل تمت الاستجابة ليه ولا لأ؟ تعالوا بنا نشوف. أثار مقترح تخفيض الساعات ل6 ساعات في مصر تفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسموا إلى رأيين، بعضهم أيد الفكرة والبعض الآخر غير قابل للتطبيق أو شايفه كده. البداية كانت في السعودية في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة تويتر، ولقيت تفاعل من قبل متابعين من للمقترح الجديد في السعودية، لكن هو مش جديد على المصريين لأن تم طرحه قبل 4 سنين. الكاتبة كتبت: يجب تقليص عدد ساعات العمل ل6 ساعات، 8 ساعات يوميا هي سرقة مجففة لعمر الإنسان، وينبغي ان هو يكون 6 ساعات. كملت الكاتبة وقالت: 6 ساعات كافية للإنتاج الفعلي، وما يتبقى من اليوم يعود للفرد حتى لا يفقد عقله ونفسه في هذا الاستبعاد الوظيفي. وزي ما قلنا سبق وتم طرح هذا المقترح في مصر قبل حوالي 4 أعوام، وبالتحديد عام 2018. كان كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يعني مجموعة من المسؤولين، وقالوا ان هم هيعملوا مناقشة للمشروع مع وزارات ومحافظات، وان هو هيشوف وهيعملوا ايه. مستشار نادر سعد وقتها اكد انه اتضح بعد الدراسه ان تقليل ساعات العمل اليوميه امر غير مجدي اقتصاديا، ومش هيكون ليه مردود اللي عايزه الجميع. وفق القانون 12 لسنه 2003 المعروف باسم قانون العمل الموحد، بيتم تحديد اوقات وساعات العمل حسب المنصوص عليه في العقود المبرمه بين المنشاه والعامل. النهاية ما تزيدش عن 8 ساعات، وبتنص المادة 80 من القانون على عدم جواز تشغيل العامل تشغيل فعلي أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل في يعني ساعات أو الوقت المخصص للراحة سواء كان للطعام أو شرب. كمان يجب إن احنا نراعي في تحديد الفترة دي إن العامل ما يعملش أكثر من 5 ساعات متصلة، ويجوز لوزير السلطة المختصة أن يصدر قرار بتخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال اللي يجب إن احنا نحددها. كمان قانون الخدمة المدنية رقم 81 سنة 2016 حدد إنه يجوز تخفيض ساعات العمل اليومية للموظف بمقدار ساعة. وبتنص المادة 131 لقانون الخدمة المدنية على ان احنا نخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف اللي عنده اعاقة، او الموظف اللي عنده ابن عنده اعاقة، او اللي عندها طفل بتقوم بارضاعه. كمان ينفع ان احنا نقلل ساعة للموظفة الحامل كمان اعتبارا من الشهر السادس، وده بالنسبة للرد على المقترح في مصر. اما في السعودية فالاقتراح يعني قابل تأييد كبير، لكن لحد الآن وزارة الموارد البشرية في السعودية ما يعني ما أصدرتش تعليق، ما أصدرتش قرار، ما أصدرتش أي حاجة. لكن خلينا نتكلم عن مصر أكتر. هل في النهاية إعادة طرح هذا المقترح بعد 4 أعوام من طرحه مسبقا من عام 2018، وبعد إعلان إن في دراسة إن هو ده عدد ساعات العمل ده 6 ساعات هتكون غير مجدية زي ما إحنا متوقعين، يا ترى هل المرة دي هيحصل استجابة لهذا المقترح، ولا هيتم إغلاق الملف زيه زي ما حصل من 4 سنين؟ احنا متابعين مع حضراتكم كل جديد، وأي جديد هيطرق فورا هتلاقونا مع حضراتكم في المتابعة. بنشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.